دولة الكويت وأيديها البيضاء مستمرة في تقديم يد العون لكل محتاج وفي كافة ربوع الأرض. دائما نقول نجيب بأن اللي شاف غير عن اللي سمع. صحيح. لذلك معنا اليوم في استديو العالم هذا الصباح العقيد الدكتور مشاري جابر الفرس، خبير إدارة الأزمات والكوارث بقوة الإطفاء، وهو مشارك أيضا مع فريق الخبراء الدولي التابع للأمم المتحدة اللي زار ليبيا بعد هذه الكارثة. صباح الخير دكتور مشاري. صباح النور، حياكم الله. حدثنا نعم أكثر عن هذه التجربة، شلون خضتها، كيف هي وقعها عليك دكتور؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكركم على هذه الاستضافة. للأمانة طبعا التجربة بالنسبة لي أنا كانت فوق الممتازة، يعني ككارثة بهذا الحجم أول مرة يعني أستجيب حق كارثة نشوف فيها دمار كبير، القوة التدميرية للأمانة للماء واللي صار يعني. فمن خلال أيضا التلفزيون نرسل أحر التعازي طبعا لجميع الضحايا والشعب اللي في الليبي بكافة. نعم دكتور مشاري، طبعا احنا ما كنا في أرض الحدث، احنا كنا نتابع من خلال يعني التقارير اللي توصل لنا، التغطية اللي توصل لنا، لكن بما أنك كنت متواجد هناك أو في قلب الحدث نقول نعم، يا ريت تقول لنا ايش اللي شفته هناك بالتحديد. نعم طبعا بالنسبة حق ليبيا، هي الدولة يعني سياسيا مقسومة إلى جزئين، جزء شرقي وجزء غربي، وكل جزء تحكمه حكومة يعني مختلفة. الكارثة اللي حدثت صارت في الجزء الشرقي. طبعا لما وصلنا احنا لازم ناخذ تصريح عشان ندخل إلى مدينة ديرنا، وحصلنا على التصريح طبعا بعد يوم أو يومين وانتقلنا إلى ديرنا. فقمنا بمعاينة طبعا الموقع اللي صار في الفيضان. للأمانة الوضع مساوي، يعني تشوف مدينة كاملة يعني أزيحت لمسافات بعيدة ونصها طبعا يمكن داخل البحر. الضحايا يعني لو يصير زلزال ممكن انك تعرف وين مكان الضحايا. نعم. المفقودين، ولكن اللي صار في مدينة ديرنا الليبية صعب انك تحدد المكان اللي فيه طبعا الضحايا. راح تشوف المباني اجزاء او اكثر من 2500 مبنى هدمت بالكامل، غير طبعا المرافق الصحية التعليمية تضرر عدد كبير يعني من جراء الفيضان والقوة التدميرية للماء. دكتور يعني من خلال وصفك لهذه الكارثة الطبيعية نلاحظ يعني الكثير من الدمار الذي حصل في المنطقة، أكيد رافقكم يعني في ذاك الوقت مجموعة من الخبراء من الأمم المتحدة، فكيف كان تحليل الموقف بالنسبة لهذه التجربة أو هذا الحدث اللي شاهدتوه في هذه المنطقة؟ نعم طبعا بالنسبة احنا حق كنظام استجابة التابع للأمم المتحدة نتلقى البلاغ من فرع الاستجابة للطوارئ في جنيف، والمتواجد أو يعني المستعد أنه يتوجه يحط إشارة في هذا النظام ويتم اختياره. فتم اختياري، وكان طبعا عددنا 20 يعني خبير من دول العالم مختلفة توجهنا إلى ليبيا. فلما وصلنا ليبيا يعني يمكن ذكرت في البداية في انقسام سياسي، لم يتمكن الفريق بالكامل من الوصول إلا 7 أو 8 أشخاص. ففي من العشرين؟ من العشرين طبعا، في عدد منهم استقروا في القاهرة مصر، وفي البعض الآخر استقر في يعني دولهم، وكانوا طبعا يقومون في أعمالهم ريموتلي أو عن بعد. فهذه طبعا من الأمور السلبية اللي واجهناها أثناء عملية الاستجابة. فلما وصلنا يعني افترض أن هيكل الفريق يكون في كذا قطاع، قطاع عمليات، قطاع دعم لوجستي، وقطاع الموقف أو التقييم. فاضطرينا احنا كسبع أشخاص أن نقوم في كل هذه المهام. طبعا يرأسنا طبعا يعني في قائد فريق ومساعد قائد فريق، اضطرينا يعني احنا كسبعة نقوم في كل هذه المهام. انتقلنا إلى طبعا أرض الكارثة ديرنا، قمنا بجمع المعلومات، حاولنا نعمل شبكات يعني أو خلايا مع الجهات الفاعلة، القطاعات الحكومية، فرق الإنقاذ، على أساس يكون في تواصل فيما بيننا، ونرسل هذه التقارير طبعا إلى جنيف
أو مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على أساس يقومون في عملية عمل الإحصائيات وتحديد طبعا المواقع المتضررة، الأشخاص المتضررين اللي وصل عددهم أكثر من 250 ألف شخص وأكثر من 4200 حالة وفاة وأكثر من 8500 شخص مفقود إلى اليوم. الله يرحمهم ويغفر لهم إن شاء الله ويشفي المصابين منهم. التحليل دكتور لو بتكلم عنه، تحليلكم كان ما هي أسباب هذه الكارثة؟ أين الخلل بالضبط؟ شنو الأمور اللي تراكمت حتى حدثت من ورائها هذه الكارثة؟ أم أن تحليل مجرد أن أشوف أنا مثلا يعني هني مثلا العدد أكبر، المواقع اللي صارت فيها إلى آخر من هذه الأمور؟ طبعا السبب الرئيسي للكارثة هو العاصفة دانيال. هي العاصفة هذه مرت في أكثر من دولة، طيب. يعني بدأت في غرب تركيا ومرت في عدة دول وانتهت تقريبا في مدينة ديرنا الليبية، وأثرت غير يعني عن مدينة ديرنا في كذا مدينة تأثرت بهذه العاصفة. اللي حدث في ديرنا وفي سد اسمه سد بو منصور، سد كبير كان مليان، والإعصار أتى بأمطار تقريبا 200 ملي في أقل من 24 ساعة، امتلأ السد على الآخر. طبعا بنفس الوقت كان الجيش الليبي قبل لا توصل العاصفة كان يخلي الشواطئ من الناس، مع أنه كان يعني الوقت متأخر، بس حاولوا أنه يخلون يودونهم إلى المناطق المرتفعة مرتفع. لأن أساسا المدينة على جبل والوادي فوق، يعني عفوا السد تحت السد فوق، موجود فوق والمدينة على المنحدر مال الجبل. فاللي صار كمية الأمطار هذه زادت الضغط على السد وانهدم السد ونزل طبعا كل كميات الماء هذه اللي كانت محتجزة خلف السد وتوجهت حق المدينة وقضت طبعا مساحة المدينة هذه بالكامل أو وسط المدينة. هل السد لأنه قديم يعني على سبيل المثال، أم أن هناك في تركات صايرة في كركات صايرة موجودة؟ نعم. في السد نفسه طبعا بالنسبة حق السدود هذه بنوها في يعني فترة السبعينيات، وحسب ما يعني عرفناه من يعني الحكومة الليبية والشعب الليبي أن لم تكن هناك صيانة كافية لهذه السدود. نعم. لذلك صار في يعني مثل برشر ونهار السد، يعني ما قدر يتحمل. نعم. كمية الماء الموجودة فيه. دكتور يعني ملاحظ من خلال الصور التي تم عرضها قبل قليل على الشاشة مدى الكارثة التي يعني تسببت في مدينة درنة، زيارتكم هذه كيف أثرت إلى الآن أو مدى التعافي لمدينة درنة بالنسبة لي يتعلق بالمرافق الصحية أو نعم. البيئية وكذلك جودة المياه؟ نعم، بالنسبة حق إدارة الكوارث بشكل عام هي عبارة عن مراحل. المرحلة اللي فيها يتم تحديد المخاطر أو الأخطار المتوقع حدوثها، عقبها التأهب لهذه الأخطار، التخفيف من آثارها، مرحلة الاستجابة. طبعا الاستجابة هذه تمت. نعم. بعد مرحلة الاستجابة يتم مرحلة التعافي. مرحلة الاستجابة طبعا اللي هي يتم فيها عمليات البحث والإنقاذ. بعد هذه المرحلة لازم يكون في مرحلة اللي هي مرحلة إعادة الإعمار أو التعافي. مرحلة التعافي طبعا غالبا ما تأخذ سنوات، يعني حسب اللي شفناه ما تعدت مرحلة التعافي 25% إلى الآن، فقد تمتد المرحلة هذه على أساس أن تعيد الحياة من يعني من أول وجديد، وتكون تحتاج إلى فترة زمنية أطول، تحتاج سنوات. نعم صحيح. طيب دكتور شلون تشوف يعني تقييمك لعملية التدخل والإغاثة وسرعة التدخل والإغاثة اللي عقبت الكارثة على طول في الفيضانات؟ نعم طبعا أغلب الدول أثناء حدوث الكوارث تتسابق في طبعا تقديم المساعدات، وطبعا بناء الجسور الجوية والبحرية. دولة الكويت كانت من أول هذه طبعا الدول اللي بنت جسر جوي من خلال سلاح الطيران القوى الجوية في الجيش الكويتي، وطبعا الجمعيات اللي قاعد تتبرع في المعونات الطبية والأمور الضرورية للحياة. فالأمور الإغاثية شقالة إلى اليوم يعني ومستمرة. أنا شخصيا اتجهت إلى ليبيا من خلال طائرة إغاثة، ورجعت أيضا في طائرة كانت جايبة إغاثة ومواد طبعا مثل الأدوية والضمادات إلى الدولة.
يعني نلاحظ بأن دائما دولة الكويت تحديدا سباقة في عمل المشاريع الخيرية، تقديم يد المساعدة لأي دولة يعني وضعت في هذا الموقف. في ناس دكتور يحبون أن يشاركون في هذه النوع من المساعدات وتقديم المساعدة، لذلك ما النصيحة التي توجهها لكل من يرغب في المساعدة في مثل هذه الكوارث التي قد تحدث في دول مختلفة؟ نعم طبعا، أنا الوظيفة اللي قمت فيها ما هي وظيفة تطوعية، هذا اللي أنا يعني كنت حاب أوضحه. أنا أتعاب مقابل العمل أو الاستشارات اللي أقدمها مع فريق الخبراء. بالنسبة حق التطوع، طبعا التطوع يعني موجودين الجمعيات مثل جمعية الهلال الأحمر الكويتي، فاللي وده أنه يتطوع ممكن يلتحق مثل هذه الجمعيات على اساس لا تصير لما يعني تحدث هذه الكوارث بامكانهم انهم يساهمون مع المتطوعين في هذه الجمعيات. نعم. عقيد دكتور مشاري، يمكن انا حضرني سؤال حاليا، يمكن تذكرت كلام ايضا خبير الارصاد الجويه صبح عليه بالخير استاذ عيسى رمضان. قال والله اعلم طبعا ان احتمال في شهر 11 امطار غزيره تصادفنا. هل احنا متجهزين لمثل هذه الامور اذا 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 هذا الامر ايضا من خلال صلاحياتك؟ نعم طبعا، هم اكيد اخبر ادارة الارصاد الجويه واحنا نتعلم منهم، ولكن ايضا انا يعني لي يعني جانب اني اقدر اتابع نماذج الطقس وعمليات تحليلها. البنيه التحتيه في دوله الكويت تتحمل من 27 مليمتر خلال ساعة في الطرق العامة أو السريعة، و20 مليمتر خلال ساعة في الطرق الداخلية. إذا هطلت كمية أمطار تفوق طبعا كمية استيعاب البنية التحتية، بلا شك راح يكون في تضرر في البنية التحتية، وراح نشوف في تجمعات مياه. الأفضل وسيلة طبعا الابتعاد عن الأخطار هذه، الإنذار المبكر اللي يقومون فيه الإخوان في إدارة الأرصاد الجوية، أن يحذرون الناس أن والله بهاليوم راح يكون في أمطار قد تكون غزيرة أو شديدة الغزارة، يرجى أخذ الحيطة والحذر. إحنا بالنسبة لنا كجهات طوارئ نعم مستعدين، ويعني يعني أكثر طبعا كارثة كان فيها عمليات إنقاذ إذا تذكرون في 2018 شاركنا طبعا في كارثة الأمطار الغزيرة، وتم إنقاذ عدد كبير من الأشخاص. عندنا آليات تستطيع الدخول إلى تجمعات مياه تفوق المتر أو متر وثمانين سنتي لعمل طبعا الإنقاذ. بنفس الوقت في تنسيق بيننا وبين وزارة الأشغال والجهات ذات العلاقة للتعامل لا قدر الله مع كوارث الأمطار، ولكن الأفضل اني انا وقت الامطار استمع حق الاخبار والنشرات الجويه اللي تصدر. طيب من وجهه نظرك ايضا كونك مطلع على البنيه التحتيه، ما تعتقد ان تطوير البنيه التحتيه هذه ممكن ايضا يعني يخلينا نتفادى مثل هذه الاضرار، او اذا لا سمح الله هناك مشاكل اكبر؟ نعم طبعا الامر هذا اكيد عند الاخوان المسؤولين في وزاره الاشغال، ولكن لو تلاحظ اليوم كل الدول اغلب الدول مهما حطيت بنية تحتية بيوم من الأيام ممكن تجي كمية أمطار تفوق استيعاب البنية التحتية، وهذا يحدث أيضا في الدول المتقدمة. فالأمر إذا نحتاج أو ما نحتاج أكيد يرجع حق الأخوان في وزارة الأشغال. دكتور مشاري، احنا فخورين في كل يعني جهودكم اللي تقوموا فيها في قوة الإطفاء العام، وخاصة رحلتكم الأخيرة اللي زرت فيها ليبيا للمشاركة في عمليات الإنقاذ والمساعدة. كلمة أخيرة توجهها من خلال برنامج العالم هذا الصباح. طبعا أنا ودي أشكر كل اللي ساعدوني في الانتقال إلى ليبيا. أبدي في سيدي معالي النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الحمد الصباح، سعادة السفير زياد المشعان سفير دولة الكويت لدى ليبيا، سعادة الفريق خالد المكراد رئيس قوة الإطفاء العام، الجيش الكويتي، سلاح الطيران، وزارة الإعلام ووزارة الخارجية. كل الشكر لك العقيد دكتور مشاري جابر الفرس خبير إدارة الأزمات والكوارث بقوة الإطفاء، بارك الله فيكم، بارك الله في عملكم. ومثل ما قالت مناير فعلا يعني حضرتك واللي قاموا وياك في مثل هذه الأعمال نتشرف فيهم ونفخر فيكم دائما. ما قصرتم. شكرا جزيلا.